رمضان جاي، ورمضان تحدي كبير لك انك انت لابد تفوز في هذا الشهر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم انفه من ادرك رمضان ولم يغفر له. عادة رمضان نقضيه بالاعمال الخيرية من قراءة القرآن الكريم وصلاة التراويح والفطور والزوارات وصلة الارحام. اللي راح نضيفه لك في رمضانك هذا انه من خلال الرابط وباقل من دقيقة تكون ضمن فريق خيري مهمته نشر المشاريع الخيرية في رمضان. احنا عندنا يوميا مشروع خيري في رمضان يبدأ الساعة 11 وينتهي الساعة 11 بالليل. من ضمن المشاريع الأسر المتعففة، الأرامل، الأيتام، الآبار، بناء المساجد وغيرها من المشاريع راح تكون دال للخير. راح يكون المستفيدين الآلاف في ميزان حسناتك بإذن الله عز وجل، وبهالطريقة راح يكون قرارك في إنك تفوز في حملتنا سباق.